السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. ازيكم شباب؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير دايما يا رب. فيديو النهارده هيبقى فيديو عام كده وفيديو دردشه عن معرض CES 2022 عموما وعن كل الاختراعات اللي شفتها وعجبتني فيه، لان طبعا كان في حاجات مهمه جدا غير شاشات التلفزيون اللي اتكلمت عنها في اكتر من فيديو، وهسيب لك روابط الفيديوهات دي كلها في اول تعليق علشان تعرف احدث اخبار شاشات التلفزيون اللي كانت في المعرض. وطبعا معرض CES بيعتبر من المعارض المهمه جدا على مستوى العالم في التكنولوجي، لان بيكون فيه شركات كتير بتعرض اجهزه كتير جدا غير الشاشات، وبيكون فيه اجهزه كتير جدا طبعا تقدر انك تشتريها فعلا او يعني هتنزل السوق في وقت قريب، بالاضافه للاجهزه اللي بتكون لسه كونسبت او يعني بتكون لسه مجرد فكره او يعني فكره وتنفذت على ارض الواقع ولسه بيشوفوا الناس هتتفاعل ازاي مع الفكره دي وهل هيكملوا فيها ولا لا. ولكن خلينا نفرجك اول واهم حاجه في رايي شفتها في المعرض ده السنه دي، وهي الروبوت اميكا. واميكا ده يعتبر دلوقتي من اقوى الهيومانويد روبوتس على مستوى العالم، او بمعنى تاني ده يعتبر احسن روبوت بشري او اكتر روبوت حركته مشابهه لحركه البني ادم الطبيعيه، واللي طوره شركه في انجلترا اسمها انجينيرد ارتس. ومن المميز في الروبوت ده ان هو موديولر روبوت، يعني تقدر انك تشتري الاجزاء بتاعته بشكل منفصل وتجمعها مع بعض. كمان تقدر انك تقدر تحط له ماسكات مختلفه باشكال مختلفه زي ما انت عايز. ولكن اغرب حاجه فيه بصراحه هو موضوع الرياكشنز الطبيعيه اللي قريبه جدا من تصرفات الانسان الطبيعي، زي مثلا انك لو قربت منه ممكن يبعد عنك او يدي لك رياكشن انه زعلان او غضبان او يعني لسه صاحي من النوم. وشركه انجينيرد ارتس اللي صنعت الروبوت ده بتقول ان الهدف من صناعته هو تطوير صناعه الروبوتس عموما والتكنولوجي بتاعه الارتفيشال انتليجنس، بالاضافه كمان لامكانيه استخدامه كوسيله دعايه قويه جدا في المعارض او المؤتمرات او المحلات او اي مكان عموما ممكن ان يبقى فيه جمهور يقدر انه يتفاعل مع الروبوت دوت بشكل مبهر جدا. فبصراحه هو كان من الحاجات الرهيبه اللي لازم افرجكم عليها. بعد كده من الحاجات المهمة اللي حصلت برضو في المعرض هو اعلان انتل عملاق صناعة المعالجات عن الجيل ال 12 من معالجات ألدر ليك اللي هتكون مخصصة لأجهزة اللابتوب، واللي انتل بتقول انها هتكون اقوى معالجات تم استخدامها في أجهزة اللابتوب على الاطلاق، وهتقهر معالجات ابل الام 1 لانهم زودوا عدد الكورز بشكل كبير جدا. ولكنهم ما اتكلموش عن جانب استهلاك الطاقة والبطارية هيكون عامل ازاي بالظبط، واللي بيعتبر من اهم مميزات الام 1 تشيب هو القوة في الاداء والاستهلاك الاقل للطاقة. وابتديت كلامي بشركة انتل لانها بتعتبر اهم شركة في صناعة المعالجات، لان كمان ما زالت اغلب أجهزة اللابتوب بتيجي بمعالجات انتل، ولكن شركة AMD لا تقل اهمية عن انتل لانهم برضو اعلنوا عن المعالج رايزن 7000 لاجهزة الديسكتوب بمعمارية زين 4 ودقة تصنيع 5 نانومتر اللي هيكون متوفر في الاسواق في النص الثاني من 2022، واللي مفترض انه يقدم نقلة كبيرة في الاداء، فاتمنى انه يكون كده فعلا. كمان AMD اعلنت عن المعالج رايزن 6000 لاجهزه اللابتوب بمعماريه زين 3 ودقه تصنيع 6 نانومتر، ولكن مفترض ان هي تقدم ضعف قوه الاداء على مستوى الجرافيكس. فلو بتفكر انك تشتري لابتوب جيمنج السنه دي فخلي الموضوع ده في دماغك. بالاضافه لكده كمان فانفيديا اعلنت عن كروت الشاشه ال 3070 تي اي وال 3080 تي اي لاجهزه اللابتوب بالاضافه لل 3090 تي اي. بس هل الكارت ده هيكون موجود في السوق فعلا ولا مجرد كونسبت؟ لان طبعا كروت انفيديا دايما مش موجوده في السوق اوت اوف ستوك، فعالم هنشوف الدنيا هتودينا على فين. كمان انفيديا اعلنت عن الجيل الجديد من المونيتورز اللي بتكنولوجي الجي سينك اللي بتمكنك من التنقل بشكل دايناميكي وانت بتلعب من دقه ال 1080 بي لل 1440 بي، فهو يعتبر اوبشن مش وحش يعني. ولكن ايه اجهزه اللابتوب بقى الجديده او المميزه اللي ممكن انك تجيبها في 2022؟ فتلاقي مثلا ديل اكس بي اس 13 بلس، والمميز فيه شويه حاجات زي مثلا ان فيه تاتش بار شكلها مش تاتش بار، او التراك باد اللي مخفاه تماما في التصميم بتاع الجهاز، ده غير ان هم غيروا تصميم لوحه المفاتيح علشان تكون اسهل في الاستخدام. كمان في لينوفو ثينك باد زي سيريس اللي غيروا تصميمه بالكامل السنه دي علشان يبقى شكله عصري اكتر، وتقدر دلوقتي انك تشتري اللابتوب ده بظهر متغطي بالجلد، والنوتش بتاعت الكاميرا كمان تصميمها اتغير وخرجوها بره الحدود بتاعت الشاشه شويه. بالاضافه لكده كمان في مجموعه من اجهزه اللابتوب اللي بتعتبر لسه في مرحله الكونسبت او كونسبت تم تصنيعه فعلا، زي مثلا اللينوفو الثينك بوك بلس جين 3 اللي بيكون فيه شاشه ثانيه مقاس 8 بوصه جنب الكيبورد، وايسوس قالت انها هتعمل لابتوب بشاشه فولدبل اولد مقاس 17 بوصه قابله للطي. ولكن بالتاكيد من افضل اجهزه اللابتوب الحقيقيه اللي هتكون موجوده السنه دي هو الايسوس روج زيفروس جي 14 وجي 15 اللي اخيرا زودوا فيهم الويب كام السنه دي. ودلوقتي تعالى نتكلم بقى شويه عن العربيات، لان برضو معرض سي اس من اهم المعارض اللي بيكون فيها احدث تكنولوجيا صناعه السيارات، والمعرض السنه دي كان فيه اكتر من كونسبت زي اللي مرسيدس اعلنت عنه، هو السياره الكهربائيه الاي كيو اكس اكس فيجن اللي شكلها رهيب طبعا زي ما انت شايف، وعندها القدره على انها تقطع مسافه 600 ميل او حوالي 950 كيلو بالشحنه الواحده. والكونسبت ده هم عاملينه عشان يقولوا يعني ان هم يقدروا يصنعوا عربيه كهربائيه عندها القدره على انها تمشي المسافه دي من شحنه واحده، ولكن فكره بقى ان هم يبيعوها او مش هيبيعوها فدي لسه فيها كلام شويه. ولكن اللي كان مبهر جدا فعلا هو العربيه البي ام دبليو المزوده باحدث تكنولوجي لتغيير لون السياره من اللون الابيض الى اللون
القرن الاسود بشكل دايناميكي، لانها بتستخدم طلاء الكتروني او اي انك على سطح السياره الخارجي. تقدر برضو انك تخلي الطلاء ده بيعمل اشكال مختلفه على العربيه، زي مثلا انك تبقى ناسيها في مكان في الجراج مثلا، او يعني مش عارف مكانها فين بالظبط، فتخلي اللون بتاع العربيه يتغير، او انه يعرض لك حاجه معينه مثلا انت عايزها. لكن عايزك تكتب لي رايك في الموضوع ده في التعليقات، هل ممكن يبقى موجود فعلا على ارض الواقع ولا لا؟ ويا ريت وانت بتكتب تعليقك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، علشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناه وما تفوتكش اي فيديوهات جديده. كمان من المفاجات اللي سوني عملتها السنه دي في المعرض، غير اللي كانت على مستوى الشاشه التلفزيون، ان هم اعلنوا عن السياره الفيجن اس. والعربيه دي هم عرضوها اكتر من مره في معرض سي اس في السنين اللي قبل كده، ولكن المختلف السنه دي ان هم قالوا ان هم يعملوا منها نسخه اس يو في، وبيقولوا ان هم بيأسسوا شركه متخصصه في صناعه العربيات. وكرايسلر قدمت كونسبت، وهونداي بتقول ان هيكون عندها عربيات على شكل روبوتات كتير السنه دي. لكن على مستوى العربيات الحقيقيه اللي هتكون موجوده في السوق فعلا، فهيكون في برضه عربيات زي الشيفروليه شيفي سيلفرادو، وهي برضه من السيارات الكهربائيه. انتوا عارفين الامريكان بيحبوا الستايل ده من العربيات، واللي متوقع وصولها للاسواق على اول 2023، والاهم ما يميزها ان هي مصنعه على شاسيه سياره هامر. كمان جنرال موتورز هيكون عندهم نسخه كهربائيه من العربيه الايكونكس وبليزر، اللي بيتميزوا في الفئه السعريه بتاعتهم اللي بتبتدي من ال 30000 دولار، بالاضافه للبي ام دبليو ام 60 اللي بتيجي بموتور مزدوج بيقطع مسافه 280 ميل او 450 كيلو في الشحنه الواحده. وطبعا اهميه العربيه دي انها بتيجي من فئه الام المشهوره بقوه ادائها الرياضي، وسرعتها بتوصل من 0 ل 100 في 4 ثواني. وبي ام دبليو بتقول ان موتور العربيه دي مصنع من مواد صديقه للبيئه، فخطوه كويسه برضو من بي ام دبليو انها تكون مهتمه بالموضوع ده. بالنسبه للتليفونات والهواتف الجواله، فمعرض سي اس ما بيعتبرش من المعارض المهمه قوي في موضوع التليفونات، ولكن كان في برضو مجموعه حاجات جديده. فعلى جانب الكونسبت، كانت اهم الاخبار من جوجل اللي هتبتدي ان هي تعمل اوبشنز جديده في الاندرويد لتحسين الايكو سيستم الخاص بالاندرويد، علشان يبقى شبه الايكو سيستم بتاع ابل شويه، زي مثلا ان البلوتوث هيدفونز تبتدي انها تنقل بشكل تلقائي بين الاجهزه المختلفه زي التابلت او جوجل تي في، او ان الرسائل اللي بتجيلك على التليفون تظهر بشكل تلقائي على الكروم بوك، او انك تقدر تستخدم خاصيه النير باي شير اللي هي زي الاير دروب عند ابل، علشان تنقل الملفات من التليفون على الكمبيوتر الويندوز. ولكن كلها لسه ما زالت حاجات مش حقيقيه، ولكن جوجل بتقول ان في خلال الشهور اللي جايه هنبتدي نشوف الاوبشنز دي على هيئه سوفت وير ابديت. في كمان شويه اختراعات شفتها كانت حلوه، مش مهم بقى هي كونسبت حقيقيه مش حقيقيه، المهم ان هي كانت اختراعات حلوه وخلاص. زي مثلا بقى في روبوت منزلي عباره عن صندوق فيه رف يقدر انه يتابع تحركاتك في البيت، وعلى الرغم من انه اختراع ممكن يبقى كتير من الناس بيعتبروه اختراع سخيف، ولكن بالتاكيد برضو ممكن يكون مفيد لناس كتير بتكون قاعده لوحدها في البيت وما عندهاش القدره على ان هي تشيل اي حاجه. كمان شركه ويتينجز عملت ميزان ذكي مزود بمقبض لليد، علشان يحسن من خاصيه الاي سي جي اللي بتقيس نسبه الدهون في الجسم، علشان يوفر لك قياسات اكتر دقه من الاجهزه اللي بتستخدم سنسور الرجل بس. وطبعا سامسونج اعلنت عن البروجيكتور المتنقل، وهو اختراع حلو جدا برضو، لانه بيحل مشكلات كتير في البروجيكتور الحاليه، زي انك تقدر تستخدمه في العرض على اي حائط باي لون، مش لازم تكون حيطه بيضاء، لانه بيقدر يعدل الالوان بشكل تلقائي وبيتحرك في كل الاتجاهات، وتقدر تركب له قطعه الاكسسوار البلاستيك دي وتستخدمه كوحده اضاءه، وتقدر حتى تركبه مكان عندك في البيت وتستخدمه في استخدامات كتير جدا. ده غير طبعا مونيتور الاودسي ارك اللي بتعتبر اكبر مونيتور كيرفت حتى الان، واللي اتكلمت عنها اكتر في الفيديو بتاع الشات سامسونج 2022، واللي هسيب لك الرابط بتاعه في اول تعليق. وفي كمان درون جديده من شركه سكاي ديو اسمها سكاي ديو بلس 2، واللي ممكن برمجتها ككاميرا مان يصورك، مش مجرد ان هي تتابع حركتك وخلاص، يعني دلوقتي تقدر انك تعمل لها برمجه، او يعني تقدر تدي لها كي فريمز، او يعني خطوات صعبه شويه، تقدر ان هي تتابعك فيها ككاميرا مان فعلا، مش مجرد ان هي تبقى بتتابع حركتك وخلاص. بس يعني دي كده كانت جوله سريعه لاهم الحاجات اللي شفتها وعجبتني في معرض سي اس السنه دي. اتمنى الفيديو يكون افادك فعلا، ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك. في النهايه يا ريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.